بتاكل طبيخ ولا بتجيب لك لحم مشويه؟ هيا الله هيا، ما بتفرق، المهم اكل. عبي معك اتصالات 3 ايام بلا اكل. في بلد نسي عظماءه ونسي كباره، فاجأت شركة جوجل مستخدميها في لبنان صباح الأربعاء بتغيير شعارها في الذكرى 75 لميلاد الفنان الراحل شوشو تكريما له. في محاسب جارنا تمين عادي ومروح يصوب وبرتب يخزي. حسن علاء الدين أو شوشو، الذي اشتهر بأغانيه ومسرحياته وأعماله القريبة من الناس، أعطى خشبة المسرح الكثير. تميز بصوته التهكمي الطفولي وبشاربيه الطويلين وجسده النحيل وبثيابه غير المتناسقة للتعبير عن الاختلاف عن عصره. انتقل من الإذاعة إلى المسرح، سرق الأضواء وعشق التمثيل، واستطاع ببساطته وحنكته أن ينطق بحال الشعب اللبناني بكلمات لا تموت. شوشو الذي غاب على خشبة المسرح عام 1975 بعد أشهر من اندلاع الحرب الأهلية، ذهب ومضى بعيدا، لكنه ساهم بإضحاك الناس وانتقاد السياسيين وحفر مكانا في الذاكرة لا يمكن أن يمحى. وبعيدا عن التدني الكبير في بعض الكوميديا اللبنانية التي تجاوزت حدود التهذيب، يبقى شوشو ملك المسرح حتى إشعار آخر.